شريف حسن حكم لقاء اليوم من منطقة الدهلي دمياط، واقع على الأرض كده محمود معاذ بعد الخطأ. هنشوف الضربة الحرة، واقف على الكرة كده محمد بدر الظهير الأيسر لفريق دمنهور، الكرة هتتلعب كده من ناحية الشمال، هنشوف محمد بدر. الكرة داخل منطقة الجزاء، هناك عنده صابر، يا ولد يا ولد يا أحمد يا صابر، يا ولد يا لعيب قوي يا أحمد يا صابر، هدف أول لدمنهور، جون أول لدمنهور، مدافع بقدم هداف، مدافع بقدم هداف، أحمد صابر يضع دمنهور في المقدمة، أحمد صابر اللي أحرز هدف الفوز في نادي الرجاء المطروحي بينجح النهارده في إحراز هدف أول لصالح دمنهور. تسلم قدمك يا أحمد، بينجح في تقدم فريق دمنهور على فريق الحمام، يضع دمنهور في الصورة، دمنهور في المنافسة، دمنهور على القمة قريب، هدف أول في لقاء اليوم بيحرزه أحمد صابر رقم 24. على طول الكرة في